أخبار اليوم. مجلس إدارة النادي الأهلي ممثلا للنادي الأهلي العظيم. النادي الأهلي مؤسسة الوطنية القومية الرياضية اللي أعتقد كلنا بندرك مدى أهميتها ومدى دورها الكبير في المجتمع المصري. النادي الأهلي يعني بفضل الله كده هو رفع زي ما بقول رقبتنا على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي وعلى المستوى الدولي وليس فقط على المستوى المحلي. النادي الاهلي نادي القيم والمبادئ، المؤسسه الوطنيه اللي بتعبر عن شريحه كبيره جدا من المجتمع. Thank you.